بصفة عامة، احنا الدولة الوحيدة اللي لسه ما اتطورتش وتقدمت في كرة القدم، لان كرة القدم المصرية مليئة بالفساد، مليئة بالفساد. والمسابقة الوحيدة اللي بتخسر على مستوى العالم، يعني كل الدوريات على مستوى العالم وكل كرة القدم على مستوى العالم حتى الوطن العربي بتكسب. أيوه. ما عدا الدوري المصري بيخسر. وبيخسر والأندية بتخسر بشكل كبير جدا. لأن احنا ما عندناش احتراف حقيقي، احنا ما عندناش ما بنبصش للمصلحة العامة على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب بشكل أساسي. أيوه. فدي مشكلة كبيرة جدا، رغم ان احنا عندنا لعيبة على أكفأ طبعا المستويات، مفيش شك. لكن معظم الإدارات هي مش محترفة، ما بتتعاملش باحترافية لا على مستوى الإدارات، إدارة الكورة، ولا على أي مستوى آخر. وبعدين أنا بصرف مصاريف كتيرة جدا، فأندية كتيرة جدا بتصرف مصاريف كتيرة جدا والمردود صفر. وبعدين ضروري هنا اتحاد الكورة يدخل قانون اللعب النظيف، اللعب المالي النظيف، ان كل نادي قبل ما يبدأ الموسم بتاعه بيعلن ميزانيته ويعلن هو هيصرف قد ايه، ولا يتجاوز دخله أبدا، مصاريفه لا تتجاوز دخله بأي حال من الأحوال. أيوه. عشان يجنب الأندية المشاكل اللي بتحصل على مستوى اللي احنا شايفينه ده، الغرامات والإيقافات والكلام ده كله، ضروري ندخل قانون اللعب المالي النظيف والكل يلتزم بيه. بصراحة يا كابتن، هل أخطأ اتحاد الكرة باستغناء عن كيروش؟ هو أنا من وجهة نظري ان انا ادي يعني كل الدوريات، كل الاتحادات الكبيره اللي على مستوى افريقيا بتدي مساحات كبيره جدا لمدرب المنتخب. ايوه. مش سنه، مش ست شهور، لا، ده يديله سنه واثنين وثلاثه واربعه وبعدين نبدا نحاسب. لكن اديله فتره بسيطه جدا وحاسبه. كيروش من المدربين الكبار جدا على مستوى العالم. وانا كنت بأناشد اتحاد الكوره في كل مداخلاتي انه يستمر كيروش، لان انا اعرفه معرفه شخصيه وعارف قدراته وامكانياته كويس قوي. يعني اخطا طبعا اتحاد الكوره طبعاً بالاستغناء عن كيروش، ده مفيش كلام. لكن برضه مستر فيتوريا اضاف، خلونا صراحة ونتائجه بتقول كده، مستر فيتوريا اضاف ان خلى في شكل هجومي بشكل جيد جدا للمنتخب. ايوه. اشرك كان الاول ظاهره الجنب دول ما بيشاركوش في الهجوم خالص، وعشان كده كانت الفرص اللي بتبقى تسمح للمنتخب فرص قليله جدا. أيوة. لما سمح للاثنين دول الظاهرين دول يشاركوا في الهجوم اصبح حجم الوصول كبير جدا، حجم الفرص اللي احنا بنضيعها كبير جدا، وده بيدي ثقل للمنتخب. لكن محتاجين يبقى التركيز اكتر من الناس في حاله الفينش امام المرمى. أيوة. لكن هو اضاف للمنتخب مستر فيتوريا. ده هيوصلنا لنقطه مهمه جدا، ازمه المدرب في مصر. ايوه. المدرب دايما بيتحمل نتائج المباراه. طبعا. يعني يكسب ماتشين ثلاثه يبقى راجل عظيم. يخسر ماتش تتحول برافو. كل الجبهات ضده. برافو. واسهل شيء هو اقالته او انه يمشي هو هو والفريق المعاون. انا بتفق مع حضرتك جدا. شايف ده ازاي؟ المدرب هو الحلقه الاضعف دائما، إذا كان على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية. هل هذا في العالم كله ولا في مصر؟ لا، عندنا في مصر بشكل واضح جدا جدا. أيوه. على مستوى العالم بيبقى فيه الكلام ده برضو، لكن بيبقى المدرب واخد فرص سنة واثنين وثلاثة وأربعة. لكن أنا عندي المدرب بيخسر ماتش أبص ألاقي تغيير، المدرب بيخسر بطولة التغيير فورا. لكن يا جماعة لا، طب هو مفيش غير المدرب؟ طب ليه ما نقولش ان المدرب بيشتغل صح وبيعمل الدور بتاعه صح، وهناك بعض العناصر اللي بتعطله؟ ما انا عندي عناصر اللعبه اربعه: اللاعب، المدرب، الاداره، الامكانيات. ايوه. فليه بقى المدرب دايما هو اللي يدفع الثمن؟ ما بص في الثلاث عناصر التانيين. أيوة. وبص على الكواليتي بتاع اللعيبه ودورهم وادائهم.
ببص على الإدارة اللي هي بتساعد وموفرة كل ما يلزم المدرب، ببص على الجانب المادي، هل اللعيبة بتاعتي تحصل على مستحقاتها بشكل جيد، وهل أنا منتظم في الدفع للاعيبتي بحيث أن أنا أخليهم تفكيرهم بعيد تماما عن الجانب ده وبيفكروا في الكرة بس. ما أنا ضرورة أبص في العناصر التانية. صحيح. اشمعنى المدرب؟ وبعدين هيبقى خطأك أنت برضو